صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبي طلب الطلبات صفي تاني الاعدادي، اهلا بيكم مره تانيه في الجزء الاول من جرامر الوحده السته، واللي بيكلمني عن الصفات ومقارنه الصفات. طبعا قبل ما نتكلم لازم نعرف ان عندنا ثلاث انواع من الصفات، في صفه قصيره وفي صفه طويله وفي صفه شاذه. تاني، صفه بنقول عليها short، وصفه بنقول عليها long، وصفه بنقول عليها irregular. irregular يعني غير منتظمة، والتلاتة بيتعاملوا تعاملات مختلفة لما اجي اقارن بين الصفة. قبل اي حاجة لازم اعرف ان الصفة كلمة بوصف بيها الاسم، ده تعريف الصفة. It's a word that describes a noun، كلمة بوصف بيها الاسم او الضمير العائد على الاسم. يعني لما اجي اقول احمد الشورت يعني احمد قصير. لما اقول لك فين الصفة هنا هتقول لي شورت، مالها؟ قال لي بوصف بيها احمد. طب هلا از بيوتيفول يعني هلا جميلة. طب فين الصفة هنا؟ قال لي بيوتيفول بوصف بيها مين؟ هلا. لما اجي اقول رانا از جود، رانا از جود يعني البنت رانا دي جيدة. لما اقول لك فين الصفة هتقول لي جود، مالها؟ قال لي بوصف بيها رانا. طيب يبقى اذا شورت بيوتيفول جود، ثلاث انواع من الصفات اللي احنا قلناهم. ادي صفة قصيرة، طبعا هي مش قصيرة عشان اسمها قصير، لا هي قصيرة يعني بتكون من مقطع واحد. طب بيوتيفول دي صفة ايه؟ صفة طويلة فيها أكتر من مقطع. وعندنا جود دي صفة شاذة وهنشوف ليه بعد كده. يبقى اذا الصفة كلمة بوصف بيها اسم. تعال بقى نشوف ازاي بقارن بين الاثنين او مجموعة من الناس في الصفة. قال لي اول حاجة في حالة التساوي، يعني اذا كان اتنين متساويين مع بعض في الصفة، قال لي بحط الصفة دي بين اس واس، يعني اس صفة اس. وقال لي ان اس صفة اس هنا معناها ان الاثنين متساويين، واس اس معناها مثلها، والصفة بتيجي ما بينهم مجردة حبايبي بدون اي اضافات، يعني ما ينفعش ازود لها اي حاجه. وهنا بتتشابه الصفه القصيره مع الصفه الطويله مع الصفه الشاذه. يعني لما اجي اقول احمد از از طول از علي، يعني احمد طويل مثل علي، يبقى الاثنين في نفس الطول. طب لما اجي اقول يارا از از كيرفول از منى، يبقى يارا حريصة مثل منى. يبقى لاحظ ادي از واز، وهذا الصفة بدون اي اضافات. لما اجي اقول هاني از از جود از علي، يعني جيد مثل علي، يبقى لاحظ ادي از واز وهذا الصفة. وادي الثلاث انواع من الصفات بيجوا بين از واز، مفيش اي فرق بينهم الثلاثة، بيجوا بدون اي اضافات. طب تعالى بقى في حالة الاختلاف. قال لي في حالة الاختلاف بيبدأ يجي قبل از نوت، يعني نوت as صفة as. وعايزك تلاحظ حاجة ان ممكن يجي مكان as دي so، بس فين بس حبايبي؟ في النفي. يعني لما اجي اقول احمد، لو انا هعمل في الجملة اللي فوق هقول احمد isn't as او so tall as علي. هقول لك هنا بقى اختلفوا، لان كده اصبح معناها احمد مش طويل مثل علي، يبقى معناها ان علي اطول من احمد، لان احمد مش من نفس طول علي، ومعناها ان احمد اقصر من مين يا حبايبي؟ اقصر من علي. طيب يبقى اذا انا عايز اعرف ان not بيجي وراها as صفه as، وهنا في الحاله دي ممكن احط so مكان as طالما ده في النفي. طب قال لك في حاله الاختلاف الثانيه ان انا بقى بزود على الصفه القصيره الصفه القصيره، يعني er بحط لها er، يبقى اذا er تيجي مع الصفه القصيره. طيب او احط قبل الصفه الطويله، بحط قبل الصفه الطويله more أو less. والصفة الشاذة لازم أحفظها شكل ما هي. طب إيه هي الصفات الشاذة؟ هنقول إن good هتلاقي تتحول ل better، وbad هتلاقيها تحولت ل worse، وهتلاقي إن many و much تحولت ل more، وهتلاقي إن little تحولت ل less، وهتلاقي إن far اتحولت لمين؟ لفرذر. قال لك في الحالات دي يبقى انا بقارن بين اتنين، خلي بالك انا بقارن بين اتنين، حطيت على الصفه اي ار، حطيت على الصفه الطويله حطيت قبلها مور اور ليس، وحطيت الصفات الشاذه بالمنظر ده لان لازم احفظها شكل ما هي. قال لي اهم حاجه ان بعد ده كله هجيب كلمه ذان، تاني هجيب كلمه ذان. يبقى هنا الصفه القصيره اي ار ذان، الصفه الطويله مور او ليس ذان، ودي الصفات الشاذه. يعني لما اجي اقول لك هاني از fat fatter fattest than علي، هتقول لي اه
هنا بقارن بين اتنين، بين هاني وعلي، وعندي كمان كلمة مين؟ ذاني، باخد الصفة اللي فيها يا حبايبي اي ار. لما اجي اقول لك Arabic يعني اللغة العربية is difficult more difficult ولا as difficult than English. هنا هتقولي في ذان، يبقى انا بقارن بين العرب والانجليزي، يبقى لازم اجيب صفه اي ار. طب هنا difficult صفه ايه يا حبايبي؟ صفه طويله. قال لي لازم اجيب more، يبقى اذا هقول Arabic is more difficult than English. تاني Arabic is more difficult than English. يجي يقول لي رامي is gooder better good than احمد، يعني افضل من احمد. طبعا هنا الناس هتشوف جود فيقول لك جود، هيقول لك لا طبعا دي صفه شاذه، فبالتالي هختار بيتر. يبقى اذا كنت بقارن بين اثنين بجيب صفه اي ار وراها كلمه ذان. طبعا في ناس هنا بتربط بذان، لكن طالما بقارن بين اثنين مش شرط وجود كلمه ذان، قال لي بجيب صفه اي ار. يعني لما يجي يقول لي which is، يقول لي في الاختيارات strong stronger or as strong the line or the wolf، يعني ايهما ايه يا حبايبي؟ ايهما اقوى، الاسد ولا الذئب؟ هنا انا بقارن بين الاسد والذئب، فبالتالي لازم اختار صفه ار، يبقى which is stronger. تاني which is stronger يعني ايهما اقوى. يبقى اذا لما بقارن بين اثنين بحط على الصفه اي ار لو كانت قصيره، بجيب مور او ليس لو كانت طويله، والصفات الشاذه لازم اكون حافظها، بس ده مرتبط بكلمه ذان، يعني بيجي وراهم ذان. طبعا في الاخطاء بيجيبها لي كالتالي، يعني يجي يقول لي هالة is as tall than منى. طبعا هنا في حالة ان احط لي خط تحت ذان، يبقى ذان دي لازم تتحول لمين يا حبايبي؟ لاز. ليه؟ لان اس صفة اس. طيب لو حط لي خط تحت اس طول، قال لي لا، يبقى لازم تتحول لمين يا حبايبي؟ لتولر. ليه؟ عشان تولر ذان. يبقى تاني هو بيجيبها لي كده as tall than، يبقى لو مفيش خط تحت than يبقى لازم احول as tall لtaller عشان تيجي مع than. طب لو الخط تحت than يبقى as tall as، تاني as tall as. طيب الحاجة اللي هناخدها بقى لانها ممكن تيجي لي كده على الهامش، وهي المقارنة بين واحد ومجموعة. تاني المقارنة بين واحد ومجموعة، انا لو بقارن بين واحد ومجموعة قال لي بجيب ذا قبل الصفة خلاص، وبتتغير الصفات كالتالي. قال لي الصفة القصيرة بحط لها اي سي تي، والصفة الطويلة هخليها هنا، الصفة الطويلة بيجي قبلها موست او ليست، تاني بيجي قبلها موست او ليست. الصفات الشاذة اكيد هبقى حافظها، يعني من جود هلاقيها بيست، من باد هلاقيها ورست، من منو ماتش هلاقيها موست، من ليتل هلاقيها ليست، وكمان من فار هلاقيها فارثست. ادي الصفات الشاذة. يبقى انا لو شفت ذا بجيب صفة اي سي تي او موست او ليست او الصفات الشاذة اللي انا حافظها. يعني لما يجي يقول لي Arabic اللغة العربية is ذا، يقول لي في الاختيارات difficult بس ولا more difficult ولا most difficult language. طبعا هنا انا بقارن اللغه العربيه بكل اللغات. ثانيا ان جاب لي قبل الاقواس ذا، وطالما جاب لي ذا يبقى انا عايز صفه اي سي تي. طب الصفه دي طويله، يبقى اذا هقول the most difficult language. ثاني the most difficult language. لما اقول لك هاني is the tall taller tallest boy in the class، يعني هاني ده اطول ولد في الفصل. يبقى اذا انا بقارن هاني بكل الفصل، فبالتالي لازم اقول هاني اذا ها tallest، يبقى ذا صفه اي اس تي. وكده يبقى انا لخصت الدنيا ازاي اقارن بين واحد والتاني متساويين في الصفه باستخدام اس صفه اس.
أو مش متساويين باستخدام not as صفة as أو صفة ار وكلمة than أو more or less مع than أو الصفات الشاذة. وكمان إزاي أقارن بين واحد ومجموعة لما أستخدم ذا وصفة est. تعال نشوف الكلام ده بقى في كتاب جيم وكتاب المعاصر. تعال نشوف الكلام ده في كتاب المعاصر صفحة 307. نمبر 1 بيقول لي the river Nile is a than before. طبعا طالما في than يبقى إذا هجيب صفة ار، وهنا polluted صفة طويلة فإذا هقول more polluted. More polluted than before يعني أصبح ملوث أكثر من قبل. اللي بعدها the electric buses in Alexandria are a the old buses. طبعا هنا بيقارن الباصص بتاعت اسكندرية دلوقتي بالباصص بتاعت زمان. طيب يبقى لازم اجيب صفة ار وكلمة than، فلازم اقول are greener than، ما اقولش greener بس. طيب اللي بعدها بيقول لي mount كاترين is a mountain than جبل موسى. طبعا يا عبال طالما في than يبقى لازم اجيب صفة ار، فبالتالي اقول higher mountain. The next بيقول لي reading is a than watching TV. طبعا برضو في than وانا قارن بين اتنين يبقى لازم اقول more interesting. تاني more interesting. The next the ice on top of Mount Kilimanjaro isn't melting before. طبعا هنا before يعني بقارن دلوقتي بقبل كده، فلازم اقول as fast as before. As fast as before يعني مش زي قبل كده. Number 6 بيقول recycling is as a using less electricity for the environment. طبعا قلت يا حبيبي طالما في as يبقى انا عايز صفه واس، فبالتالي هقول as important as. تاني as important as. تامر likes reading يعني تامر بيحب القراءه. He likes playing computer games. طبعا هنا برضو في مقارنه بين فعلين فلازم اقول as much as. تاني as much as he likes playing computer games يعني بيحب القراءه شكل ما بيحب لعب العاب الكمبيوتر. تعال نشوف نمبر 8 بيقول the giraffe is the elephant. طبعا الجراف اللي هي الزرافه is the elephant، وزي ما بقارن الزرافه بالفيل فطبعا الزرافه اطول من الفيل فلازم اقول taller than. يعني مثلا ما اقولش more tall، هقول لك لا طول صفه قصيره تاخد er ما يجيش قبلها more. The next بيقول ميسي is a than رونالدو. طبعا هنا a وبيقارنه برونالدو، عندنا good player ما تنفعش عشان في than، يبقى لازم اقول better player. تاني better player ليه؟ لان good صفة شاذة ال comparative منها هي better مش gooder. The next بيقول لي today النهارده the weather. The next بيقول لي today the weather is a yesterday. طبعا بيقارن الطقس النهارده بالطقس امبارح. طبعا is يبقى اذا as hot as، يا مثلا ما خدش hotter ليه؟ عشان ما فيش than. The next the dolphin isn't as a the whale. طبعا هنا طالما في as يبقى انا ناقص صفه واس، فبالتالي اقول as big as. As big as the whale. اللي بعدها بيقول لي the shark is a than the octopus. طبعا بيقول لي ان سمكه القرش ايه than the octopus. طبعا هنا في than يبقى انا عايز الصفه اللي فيها ار، لو كانت طويله هجيب قبلها more، فاذا هقول more dangerous than. تعال يلا نشوف المستيكس بسرعه. بيقول لي who is as taller as you in the class. طبعا هنا as واس بيجي ما بينهم الصفه مجرده ما فيهاش اي اضافات يبقى tall. The next the seats in the new buses are comfortable than the old buses. طبعا هنا بيقول لي ان المقاعد في الاتوبيسات الجديده are comfortable than. طبعا في هنا than يبقى لازم اجيب more comfortable than. تاني more comfortable than يبقى اذا احط more قبل comfortable. ليه؟ عشان دي صفه طويله. اللي بعدها بيقول لي this new phone is bad than. طبعا هنا مقارنه بس خلي بالك ان bad صفة المقارنة منها هي worse مش better. The next Mount Kenya is as not high as Mount Kilimanjaro. طبعا أو Kilimanjaro. طبعا هنا عندنا as not as، هقول not بتيجي قبل as مش بعدها، فلازم أقول isn't as high as مش is as not. The next بقول I think air pollution is as serious water pollution. طبعا هنا as serious محتاجة لها إيه كمان؟ ها؟ serious as يعني محتاجة as وراها. The next بيقول لي Saudi Arabia isn't as with Jordan. نفس الفكرة طالما قال لي as يبقى لازم اقول as with as. As with as. تعال نشوف نمبر 7 بيقول محمد صلاح is playing in this match as better as he played in the previous one. طبعا بيقول محمد صلاح لعب في المباراة دي شكل ما لعب. طبعا as و as بيجيلهم صفة مجردة. طيب من better هقول good. The next the dolphin isn't as dangerous more. أقول له as dangerous بيجي معاها as. As صفة as. The next trains are comfortable than. طبعا طالما في هنا than يبقى هجيب قبل comfortable more. More comfortable than cars. The next بيقول the country يعني الريف is a quiet.
than the city. طبعا هنا في than يبقى اذا بيقارن فلازم اقول quieter. Quieter than. Quieter than. The next which is A. وبعدين مديني بين الأقواس good rivers or canals. طبعا هنا حبايبي برضو بيقارن بين اتنين فلازم اقول which is better. تاني which is better يعني ايهما افضل. The next summer is hot than winter. طبعا هنا حبايبي طالما في than يبقى هجيب hotter ولاحظ ان انا هضاعف الـ T عشان قبلها حرف متحرك. The next swimming is relaxing than boxing. طبعا يا حبايبي في ذان وريلاكسنج دي صفه طويله فلازم اقول مور ريلاكسنج. تاني مور ريلاكسنج يعني اكثر راحه واكثر استرخاء. تعال نشوف يلا اجابات جيم ودي في صفحه 270. بيقول لي اور هاوس از اي كومفورتبل ذان ذيس هوتيل. بيقول لي المنزل بتاعنا اي كومفورتبل ذان. طبعا طالما في ذان يبقى صفه اي اور. طب كومفورتبل صفه طويله فهقول مور. The next number two, بيقول ساره از اي ذان هير سيستر. طبعا ساره از اي ذان هير سيستر طالما في ذان يبقى صفه اي ار فبالتالي هقول younger than her sister. يا مستر ما اقولش more young هقول لك لا young صفه short قصيره فبالتالي يجي فيها اي ار. The next who is a you or your sister. هنا في مقارنه بينك وبين اختك فلازم اختار الصفه اللي فيها اي ار فلازم اقول who is cleverer. The next my car is a his. طبعا برضو هنا بقارن عربيتي بعربيته هو فلازم اجيب صفه اي ار فلازم اقول is older than. The next I think London is more beautiful in New York. طبعا في صفه اي ار more يعني يبقى لازم اجيب معاها than. The next we can run as a as they can. طبعا هنا as صفه as بدون اي اضافات فلازم اقول as fast as. The next بيقول لي the film matrix second يعني الجزء الثاني من فيلم matrix was interesting as. طبعا في as يبقى لازم اقول as. So as صفة as. طب لو هي منفية يبقى not as. Not as. The next اللي بعدها بقول I don't earn as a money as you do. طبعا هنا حبايبي طالما في as يبقى صفة مجردة بدون اي اضافات وهنا الماني اسم لا يعد فبالتالي هقول much money. The next بقول we read a book than before. طبعا هنا بيقول بنقرا كتب اكتر من. طبعا هنا هبص على ذان هلاقي في مقارنه طيب فبالتالي هبص على بوكس. البوكس هنا اسم جمع فبالتالي هقول فيور. تاني لازم اقول فيور. ذا نيكست بيقول يارا's room is small than. طبعا طالما في هنا ذان يبقى لازم يكون الصفه فيها ار فتبقى سمولر. تاني حبايبي هتبقى سمولر. The next بيقول لي this tablet يعني التابلت ده is expensive than that one. طبعا هنا في than يعني بقارن بين اتنين فاذا هنا expensive صفه طويله فهقول more expensive. تاني هقول more expensive يعني ما احطلهاش ER عشان دي صفه طويله. The next بيقول لي football is more popular than. طبعا هنا في المقارنه بجيب than مش than. The next بيقول لي today is not windy as yesterday. طيب هنا حبايبي طالما في as والصفة يبقى اكيد قبلها as يبقى المفروض اقول is not as windy as. The next بيقول لي my result النتيجة بتاعتي and the test is bad than last year's one. طبعا هنا في than يعني صفة ER فالناس ممكن تكتب better هقول لك لا bad دي خلاص regular adjective دي صفة شاذة يعني المفروض في المقارنة بجيب worse. Worse يعني أسوأ مش better خلي بالك. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش فعلت الجرس فعل بسرعة ولو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة عشان يوصلك بقية الحلقات وتوصلك المراجعة النهائية إن شاء الله. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.